بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج رقائق، والتي سوف نخصصها للحديث عن الحث على الازدياد من الطاعات في أواخر العمر. فقد قال الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه بلوغ 18 سنة، القول الثاني أنه بلوغ 40 سنة، ويؤيد هذا القول أن أهل المدينة كان إذا بلغ المرء منهم 40 سنة تفرغ للعبادة. والقول الثالث أنه بلوغ 60 سنة، ويؤيد ذلك حديث البخاري: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، أي لم يبق له أي عذر. فطوبى لمن امتثل أوامر الله تبارك وتعالى واجتنب نواهيه فأدى بذلك حق ربه، وطوبى لمن حول المباحات إلى طاعات يثاب صاحبها، فقصد بحسن عشرته لأهله تأدية حق أهله، وقصد بنومه وأكله وشربه تأدية حق نفسه، وقصد بحسن ضيافته لضيفه تأدية حق ضيفه، وقصد بمزاحه لإخوانه إدخال السرور عليهم وصرف الهم عنهم. فالمسلم الموفق هو ذلك المسلم الذي يقصد بكل عمل عمله وجه الله جل جلاله، ويراقب الله جل جلاله في السر والعلانية. وبعض الناس يرى أن الداعي إلى الله جل جلاله إنما هو ذلك المتشدد المتزمت الذي لا يرى للمزاح طريقا، ولا يحسن ما حسن الناس، ولا يقبح ما قبح الناس. وهذا خلاف الواقع، فالدعاة إلى الله جل جلاله جزء من هذا المجتمع، يرون ما يرى مجتمعهم من حسن الحسن وقبح القبيح. وقد أخذ بعض أهل العلم من قول الله جل جلاله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أخذ من هذه الآية بعض أهل العلم انتفاء الحرج عن المبلغين رسالات الله إلى خلقه في إتيانهم للمباحات، لأن الله جل جلاله لم يرد منهم إلا تبليغ رسالاته لخلقه وخشيته باجتناب ما نهى عنه وامتثال ما أمر به، ولم يرد منهم إشقاق نفوسهم بترك الطيبات، ولا حجب وجدانهم عن إدراك الأمور على ما هي عليه من حسن الحسن وقبح القبيح. وقد قلت في ردي على هذا التصور الخاطئ: أحب الذي تهوى النفوس وتنتقي، ويحسن في العرف القويم وفي الطبع إذا كان ذا مما يوافق شرعنا، وتقبح في مثلي مخالفة الشرع، أي وتقبح في مثلي ممن جاءه النذير مخالفة الشرع. والنذير فسر في الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، بتفسيرين. التفسير الأول أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. التفسير الثاني أنه الشيب، فحقيق بمن جاءه الشيب وبلغه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخالف شرع الله جل جلاله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأصلح لنا ولكم الحال والمآل، وأزال عنا وعنكم وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والغلاء وكل سوء.